السلام عليكم ورحمة الله. أتى وفد من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها وأنت تأكلها، لست على ملته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام. فقالوا: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه، فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. كل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، إلا ما حرم يعقوب عليه السلام على نفسه من غير تحريم من الله، وكان سبب ذلك مرض نزل به قيل أنه عرق النسا. ومرض عرق النسا يصيب الإنسان بألم شديد، ومن شدة الألم يصيب الإنسان بالنسيان. فنظر يعقوب لله نظرة، لئن شفاه الله تعالى لا يحرمن على نفسه أحب الأطعمة والأشربة إليه، فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، وكان ذلك مباحا في شريعة يعقوب عليه السلام. أما نحن المسلمون فليس لنا أن نحرم ما أحل الله من الأطعمة والأشربة. ثم تبعه بنوه بعد ذلك اقتداء به، فحرموا على أنفسهم لحوم الإبل وألبانها، وكان ذلك من قبل أن تنزل التوراة على بني إسرائيل. فلما نزلت التوراة حرم الله على بني إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالا لهم، وذلك لظلمهم وبغيهم. هذا هو الحق الذي لا شك فيه، فإن جادلوك يا محمد في ذلك فقل لهم: هاتوا التوراة واقرأوا ما فيها إن كنتم محقين في دعواكم، وأتوا بنص من كتابكم التوراة يقول أن هذه الأطعمة كانت محرمة في شريعة إبراهيم عليه السلام. فبهتوا وانقلبوا صاغرين، ولم يجرؤوا على إخراج التوراة لأنهم كاذبون مدلسون. ولكن ماذا نتعلم من تلك الآية الكريمة؟ متى ظهر لنا الحق جلية فلا بد لنا من اتباعه؟ ومن أظلم ممن دعي إلى تحكيم كتاب الله تعالى فرفض وانصرف عنادا وتكبرا؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.